يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. المرة دي طولنا ولكن ان شاء الله تكون الحلقة تستاهل. المعيد حقنا اخذ الجرعة وتعطل مو شوية كثير، ولكن الامور طيبة الحمد لله. طبعا الشهر اللي راح فيه اعمال ثقيلة، فيه البومات، فيه دسات وفيه هروش كثير. ملخص للساحة العربية من شهر 8 ل 2021، وخلينا نبدأ. اول شيء معانا ابو يوسف، عنده عملين، عمل حرب وعمل صولجان. عمل حرب كاريك بكروكس مخرم بسايكونيك الاول في غير بيوصل اسرع من سونيك البابا على الجندو. بمناسبة التوبك البابا على البيت وانتو على ستيوبك تفح رأك حتى لو ما جاش بلغم تغلق فمك عندما اتكلم ربيت من اول. الصراحة المبهر في العمل اللي هو الفايب واللحن، تديك جو الحرب من جد، يعني الاحساس حقت الحماس والدنيا دي، اللحن قايم بالواجب وزيادة. والاجمل من كده انه اللحن من ابو يوسف هو اللي الملحن. بالنسبة للأداء كان الأداء جميل قوي، ويوم تسمعه نفسك تسمعه كمان وكمان. أما بالنسبة لعمل صولجان، وأنا جالس أسمعه اللي عجبني جدا فيه التغيير اللي حصل من البار الأول إلى الثاني. الصراحة كان فيه تغيير خرافي، وكمان جابها بطريقة مختلفة للغاية. واللي لفت الانتباه أكثر رسالة خفيفة بالترك، بصراحة عملين حلوين من أبو يوسف. وأبو يوسف صراحة أبدع هذا الشهر، وسجل تسجيل دخول قوي الشهر الثاني على التوالي. وعلى ما يبدو انه ابو يوسف مكثف اعمال الايام هذه، وهذا شيء كويس، نتمنى له التوفيق. العمل الثاني فوق القمم، نايت شيل. ما في حد كامل، انا ياما كنت هموم شايل، وعدتنا سوا عيش يومي مبسوط ومتغاضي، وعادي شايف نفسي مثالي فما احتاج نقد وراضي. هو من رابرز الاندرغراوند، من الرابر المبدع نايتمير، رجع بعمل فوق القمم. الصراحة العمل قوي جدا ومختلف عن الأعمال الأخيرة اللي نزلها، والعمل أثر في ناس كثير ونجح نجاح مبهر، ورفع النايتمير بالأرقام وأصبح تراكاته شوي شوي بدأت تأخذ حقها. وهنا ما ننسى نشكر اليوتيوبر سحاب، لأنه يدعم كثير من الرابرز، وكثير من الرابرز يستاهلوا، وهذا شيء كويس إنه يكون عندك رقم وعندك متابعين فتوصل الرابرز المبدعين اللي ما عندهم أرقام وتطلعهم على وجه الساحة، فهذا شيء يشكر عليه. العمل الثالث للمبدع كالز، هضبة 3. أم نرجسية الخراف عرب على كتافه، تبغاها بواقعية الخراف عرب على كتافه، هم لسه قوتهم فينا، لأنه لو حاولوا ينزلوا من اللي قدموا يمكن يصير لوجودهم قيمة. سيذا تدور على نفسك في ذات الوقت اللي شغلك فينا، لأنك بتلف وتدور وترجع وبتلقانا نسيناك. وهذا ثالث عمل في سلسلة هضبة. طبعا هذا العمل كان الجمهور يطلبه من زمان، ولكن في الأخير العمل نزل وأبهر وعجب الكثير. اللي عجبني في العمل الكلمات كانت جميلة ومختلفة عن السابق. من الأشياء الرهيبة اللي في العمل الحركة اللي سواها، واللي بان معانا في هذا العمل إنه هذا آخر عمل في سلسلة هضبة. هل هو فعلا آخر عمل، أو ممكن يستعمل هذا الاسم لأشياء أخرى في المستقبل؟ ما ندري. ولكن في علامة غريبة في الفيديو كليب، إنه كان يستعرض أعمال سابقة، كأنه واحد ينهي مسيرته أو ينهي سلسلة أو إنهي شيء هو بيوصله للجمهور. وأكيد ما نتمنى واحد مبدع زي كالز، يعني عمره تقريبا ماني مفتكر بالضبط 3 أو 4 سنوات في الراب، ولكن سوى شيء ما سووه رابرز لهم كثير في الساحة، فأكيد نتمنى إنه ما يعتزل. والعمل اللي بعده معانا مو سايبة، وكان فيد بين فيسلس وإمسي صاد. شاهد الزور يمشي يتكلم من ظهري يدور، يمشي يتكلم يكذب يخور، مني يتعلم يجيني مكسور. إذا كذبت بوليد دنيا مو سايبة، تجيب الغايبة واجب اتابك انصافك انسى كذبك مطايقة. الصراحة العمل فوق اسطوري، والعمل رهيب، والاثنين ابدعوا ابداع زي ما يقولوا منقطع النظير. وكانت الفلوات اللي في العمل ده مرة رهيبة ومبهرة في نفس الوقت. والرهيب في العمل انه صاد دخل جو فيسلس، فكان بينهم انسجام رهيب، فكان ماشي مع كاريزمته وكان ماشي مع اسلوبه في نفس الوقت، فكان شيء خرافي، واعطونا عمل يضرب به المثل بسنة 2021. فنتمنى نشوف اعمال زي كذا كثير في الساحة،
لأنه التعاون بين الرابرز شيء مرة محمود بين الجمهور وبين النقاد وبين محبين للراب. وبرضو معدنا قناة أعماق الهيب هوب نزل تحليل في قناته، سيب لكم الرابط في الوصف اللي حاب يشوف تحليل أكثر وتفاصيل أكثر. الله حي. العمل اللي بعده معانا تايب مختلف ومتميز ومختلف عن الأعمال الموجودة في الساحة لهذا الشهر، دواش ومجيد. لما تشوفنا مجتمعين علامة خطر كل الجمعة مجانين، باور المجينز أقوى من مارينز، أقوى الموجودين يا وسبيت فلينز، يا تلقاني بالتوب 10 أجل ستاند أب مينز أم أبوف ذيم. طبعا الاثنين رابرز مخضرمين في الساحة، يعجبوني مرة. طبعا العمل من الأعمال المظلومة كالعادة، ما صرنا نتفاجأ لما يكون العمل كويس ويكون مظلوم رقميا. وغير كده انه اي شيء جديد ينزل على الساحة او يعني يكون بنوع جديد او اسلوب جديد او فكرة جديدة، اذا ما كانت تدعم فهي تحارب، فكل الحالتين ما تدعم، وهذا شيء ما هو بصالح الراب ابدا. والعمل اللي بعده عندنا سيكو. انتم انتو بالفم محدودي مهدودي، ما نعرف مهدول مين، يدب يتسدب سد نحط حد المتلوني، متسولين حتى شكلهم مطولين، على ساحتنا ترى متعولين متكتلين، احنا ترى عارفين شايفين ترى متكاتفين ثابتين. لا أنا صراحة باك قوي لسيكو. طبعا هذا العمل سبب ضجة وبلبلة في الساحة، ولكن بشكل عام العمل رهيب، كررته كثير، في دبل مينينج وقوافي داخلية، العمل كان جميل والفنيات واضحة وكانت جميلة في هذا العمل. وايضا ما ننسى الفلو اللي ابدع فيه سيكو واعطى اسلوب حلو. والعمل الثاني اللي معانا من سيكو اناناس، عمل نيو سكول ثاني رجع فيه سيكو. وزي ما احنا شايفين سيكو الفترة هذه مكثف اعمال ونشكره على هذا الشيء. ليش نشكره؟ ممكن ما يكون مفضل عند ناس كثير، ولكن هو ما تبقى من جروب M7 Family اللي اكيد اتمنينا انهم يرجعوا للساحة، ولكن ما اتوقع انه في رجعة. واوي شغال لوحده، الباقيين ما في احد. العمل كان فيه نغزات على كثير من الرابرز مع انتقادات للمجتمع، مثل الناس اللي يدعموا الشذوذ، وجاب سيرة الناس حقون تويتر والهاشتاقات اللي تطلع عن الخرابيط، وكثير من المواضيع اللي ناقشها في هذا العمل. العمل اللي معانا وباك فارغ. هلا انا متخلف يا عالم او في بلا، ما ودي اكرر حوادث قصارت واربطها زي دمجم واسحبها بسلسلة، احس بصدري فراشات كرا لا فايدة لا عظة، انا حاكب كرا في سنابي في ترندي ترى سبونج وميتوع. عمل برضو مميز كتابيا، فلوات جميلة جدا وأبدع مرة في العمل، وناس كثير حبوا العمل وعجبوا. العمل اللي بعده أتاري فيد بين أوما وفيد وعبير والطبخة وزنة في المقادير، عارف الكنت خش يا أمير بس ما تتغير التعابير، والحلك التم بس للأخير، أنا فوقهم حفرين بير نازلين بس وذن وفير، دب كابس ودب قابط وده عامل فيها بدم بارد، جو عصابات وفرد من الكارت الكي. الصراحة نجم التراك هذا كان فيتو، دليفري قوي ومشي جميل على لحن دريل. طبعا فيتو يصنف من رابرز الاندر جراوند، رابر قوي وقاعد يتطور بشكل فظيع وسريع. نتمنى من الجمهور ومن الرابرز وقنوات الانتقادات وقنوات الراب يدعموه عشان يوصل مكان اعلى مما هو فيه. وجهة نظرنا في هذا الموضوع انه اذا كمل بهذا المستوى راح يكون توب 5 من رابرز العاصمة، واكيد احنا نتمنى نشوف رابرز جداد يطلعوا على وجه الساحة عشان يكون في تنويع، وهذا كله في صالح الراب والرابرز ومحبين الراب ايضا. اللهم الاعتراض فيد بين شمسان وبدير. استنى الفراق ما لفت مسحت تلف شهور مرمية فتراق، لازم تدفع لازم ترشيهم لو تبغى الخراق، شحة المياه قفاف كهرباء فيها استنزاف، ما في ضوء وظلمة فقر حتى الأعمى خاف، عايشين عيشة نحاف روحنا تصرخ بكاف. الأمانة ما أدري إيش أقول على الكواليتي والمستوى اللي شفته من رابرز اليمن، قاعد يشتغلوا في ظل الظروف اللي هم فيها، فاحترامنا وتقديرا تمنياتنا لهم بالتطوير والاستمرار وبالتوفيق، إتكان في الراب وإتكان في حياتهم اليومية. العمل اللي بعده فلاكا لسان شعبي. هالدول ضعيفة جدا فرد بقلقها فعلا، ملاحقات دولية بس عشان تفهم، لو حر صاحب كلمة راح تتحبس وتندم، خذ كسرات الخبز وابتعد عن هذا المنجم، فافهمني لا تكون مستفز.
عمل قوي كفكرة وكلمات، قاعدة فلاكا يبدع بالدليفري، ومعنى شعبوي انه واحد يتكلم بلسان الشعب بصراحة في مواضيع مهمة، فناقشها في هذا العمل وناقشها بشكل جيد وابدع في هذا العمل، ونتمنى له التوفيق. غزو لوكو. أبي رد لما ناديهم ما يطلع منهم ما يهمس، تارك أثر فيهم أحلامهم يشوفوا طمس، أجيهم لا محالة شرقا مع شروق الشمس، على شفا الانفجار فأرجوك ممنوع اللمس، أنا ربي بلاني مسبكتك دارين غبائك سبب قتلك لما صحكي بعد من لم. عمل مجنون من ميت الصراحة أبهرني، فعلا عمل متميز من الكلمات واختيار اللحن. تقريبا هذه أبرز الأعمال اللي اخترناها، مو الأحسن مو الأفضل مو أعلى أرقام، ولكن يعني نقدر نقول إنها قائمة مبسطة للأشياء اللي أبهرتنا ونتكلم فيها. طبعا نزلت ألبومات، منها 4 ألبومات، أبرزها ألبوم أبو كلثوم أو بو كلثوم، ألبوم هيلسينج، ألبوم بلاك بي، وفي ألبوم لسنابتك بس لسه ما نزلوا كامل، نزل بينه شوية أعمال. بالنسبة للألبومات أفضل أنا إنه الرابرز ينتظر لما شعبيته تزيد فيقوم ينزل أعمال على شكل ألبوم. صحيح إنه في ناس من الألبوم انشهروا، ولكن كل واحد وتفكيره، ولكن أنا أشوف إنه لازم يربي شعبية أكبر عشان الألبوم ينتشر بشكل أفضل، ولكن ما يمنع إنه الواحد ينزل إذا شاف نفسه متمكن، وده اللي حواليه شافوه متمكن إنه ينزل ألبوم، وهذا شيء ما هو سيء. طبعا الدسات ما راح نفصل فيها لأنه ما شاء الله الشباب في الساحة ما قصروا، كفوا ووفوا، لكن بنقول بعض الدسات اللي نزلت في الساحة، وأكيد هيكون جاثوم ودرب المهالك، جاثوم لسلومو واحد راح تشوفه من عم السابع اللي بيدور في البثوث كأنه فان لتحركاتي، بدل ما يطرف الصبيان أحسن له يرد على تركاتي، واللي بيقولوا لولو كاتي قولوا لولو اللي ما تصطجينا، وسجل عندك 7-0 لوحش الأرينا. أو درب المهالك لكلاش، هل نفسك ما حد قالك تمشي في درب المهالك؟ نصحتك من قبل ما تسمع الكلام، لو تقرب مني شبر بذوق كلالام، ما بتعيش بسلام بطلع لك حتى في الأحلام، كابوس لك حقيقي في واقعك والمنام. حقيقة كانت بالنسبة لي دسات جيدة، صح انه طفشنا منهم الاثنين هم يردوا على بعض، بس الساحة يعني ما فيها اكشن كثير تحتاج. صحيح اني مو من الناس اللي يفضل انه رقم واحد عندي الدسات عن اعمال الهاتفة والاعمال العادية، ولكن الدسات جزء من لعبة الراب، فالواحد يشتاق لها ما بين فترة وفترة، فنزلوا دسهم في وقت جميل جدا. ودحين اسيبكم مع بعض الاعمال اللي ما ذكرناها في القائمة، نرجع لكم ثاني. من امتى بطلع لك انا في كل حلم، ملك الزون بنهين قثم، ما بتحس الا بالندم خدم، جيني السيمبيوت ما بصوت تراكك تنبح ثقة دوق، بدمر كيانك كل موت حكم شعرك كنترول، اقضي لحولك لا تستنى دية، وانا عارف انه الاشياء عم تتغير، الحب يموت لحاله واحنا منكبر، نتعود نكسع بنحاول ننسى، لما انت تكون الارض وعشنا بسيدي وعشنا ايدي وعهلال ايدو، حبكم حبس بمبي حبيات الايجو، يابا عهلال ياما ياما عشي بشار، وانا عهلم ياما ياما كسر بصار، بس بدينا نشوف حوالينا طالع فيني غالي جنب شات الواحد بعد الستة توصل. وهذا اللي كان عندنا قبل ما ننهي، نحب نشكر المعيد أعماق الهيب هوب على تخصيص جزء من وقته لإعداد هذه الحلقة. طبعا الإعداد زي ما انتم عارفين ما هو سهل، زي ما التصوير ما هو سهل، زي المونتاج مو سهل، ولكن الإعداد هو الشغل الأكبر، فنحب نشكره. إذا عندكم أي اقتراحات لا تنسوا تضيفونا على السناب وإنستغرام في التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا في قناة أعماق الهيب هوب لأنه ينزل بشكل يومي، إذا نزل في تراكات نزل في شيء ينزل عنه تحليل، وبرضو في إنستغرام الواد نشير. كان معكم باسم، شوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، دمتم بسلام والسلام عليكم.